السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم أمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول تفسير القرآن الكريم في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى مع سورة القلم أو سورة نون والقلم. نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة من القرآن المكي، وكان ترتيبها في النزول في أظهر أقوال أهل العلم بعد نزول سورة المدثر. أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم المدثر، ثم سورة نون والقلم. نون والقلم وما يسطرون. وتبدأ بحرف من حروف الهجاء، حرف واحد نون، لها مظائر في القرآن الكريم: صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد. وقد اتفق أهل العلم على أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه، واختلفوا في تأويلها. ولعل أظهر ما قيل أن الله جل وعلا يشير بهذه الحروف المقطعة إلى أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته مكون من هذه الحروف التي تنطقونها والكلمات التي تتكلمون بها بلسانكم بلغتكم، وأنتم الفصحاء والبلغاء أرباب الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزتم عن معارضته، عجزتم أن تأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نون قاف صاد حميم طاسين ألف لام ميم راء ألف لام ميم. القرآن مكون من هذه الحروف التي تتألف منها كلماتكم والتي تنطقون بها في مخاطبتكم بعضكم بعضا، ومع هذا عجزتم عن هذه المعرضة، لأنه تنزيل من حكيم حميد. لأنه تنزيل من حكيم حميد. إن الإنس والجن لو اجتمعوا متظاهرين على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نون والقلم وما يسطرون. هل هذا أول قسم؟ لا. إذا كانت السورة بعد سورة المدثر يبقى هذه المرة الثانية التي يقسم فيها الله جل جلاله. فسورة المدثر أقسم فقال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس مما كسبت رهينة. وهنا بدأ فقال: نون والقلم. هذا قسم. والقلم وما يسطرون. وحروف القسم الواو والباء والتاء: والله بالله تالله. ودائما مقسم به يكون موضعه بعدها يكون مجرورا: تالله بالله والله. نون والقلم. والقلم وما يسطرون. أقسم بالقلم. ما هو القلم؟ يعني قد يكون اللام هنا إما أنها اللام للجنس، أي أقسم بجنس القلم ليبين شرف الكتابة وشرف القراءة. نون والقلم جنس الأقلام التي يكتب بها الناس. نعم، دلالة على أهمية العلم وعلى عظيم منزلة الكتابة وأدواتها.
أو القلم الذي كتب الله به في اللوح مقادير كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وما اكتب؟ فقال اكتب مقادير كل شيء وكل ما هو كائن إلى الأبد. فكتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإما القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ وهو واحد، وإما أقلام البشر التي يستخدمونها في كتاباتهم، يعني للدلالة على منزلتها وعلى منزلة الكتابة وشرف العلم والعلماء والمتعلمين. نون والقلم وما يسطرون، أي وما يكتبون، سواء ما كتبه الملائكة بالقلم في اللوح المحفوظ أو ما استنسخ من اللوح المحفوظ أو ما يكتبه الناس من الخير ومن البر ومن القول الصالح ومن العلم النافع إلى آخره. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لست بمجنون بما أكرمك الله به من نعمة النبوة والرسالة والوحي، كيف تتهم بالجنون على ما أنعم الله به عليك من الوحي والرسالة ونعمة الاصطفاء والبلاغ عن الله عز وجل؟ ويبدو أن الاتهام بالجنون لم يزل منطق ومنهج أعداء الرسل على مدار القرون. الله جل وعلا يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. منطق أعداء الرسل على مدار القرون. فالله ينفي هذه التهمة عن نبيه، يثبت في كتابه أن القوم ادعوا عليه هذه الفرية وذلك البهتان المبين، ليتعزى كل من اتهم بالجنون من الدعاة والهداة على مدار القرون، تعزى بما حصل مع نبيك، تسلى بما أصابه في طريق البلاغ عن الله عز وجل، وهو أكرم عن الله منك وأعبد لله منك وأخشى لله منك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. على صبرك على قومك، على صبرك على البلاغ وعلى ما تلاقيه في سبيل البلاغ عن الله عز وجل من أذى وتكذيب واضطهاد وابتلاء، وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع، كما قال تعالى عطاء غير مجذول، أكلها دائم. إن ما وعد الله به الأنبياء والصالحين والصديقين غير ممنون، لا ينقطع أبدا. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، رزق أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. في تفسير آخر، تفسير الأجر غير ممنون في الدنيا هنا، يعني أن لك على بلاغك وعلى هدايتك للخلق إلى الحق لك أجرا يكتب لك بعدد من اتبعك وبعدد من أناب إلى الله عز وجل من خلالك. المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إن لنبينا مثل أجورهم، هو الذي دلهم وهو الذي هداهم وبين لهم، فما من مصل وما من صائم وما من راكع وما من ساجد وما من متصدق وما من تال للقرآن إلا ولرسول الله مثل أجره. من ذا الذي دله على هذا؟ من ذا الذي استنقذه الله به من الضلالة
من الذي بصره الله به من العمى؟ إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأجر غير ممنون. ثم بعد هذا ما صلى عليه المصلون، ما صلى يعني على مدى الأمة المسلمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى مدى مساجدها كلها، نعم، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والبخيل من ذكر عنده رسول الله فلم يصلي عليه، أجر غير ممنون، ثواب غير منقطع، سواء في الدنيا أن يكتب له مثل أجور المهتدين والصالحين، ويوم القيامة أجره على الله سبحانه وتعالى، وثوابه في ظلال كرامته وفي ظلال رضوانه لا ينقطع أبدا. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، على أدب عالي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ألا أدلكم على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لقد سئلت أم عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والمعنى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج عن طبعه البشري الجبلي، فصار القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي. فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبل عليه من الخلق الحسن، نعم، من الحياء والشجاعة والكرم والصفح والحلم، ليس بصخاب في الأسواق، وليس بفظ ولا غليظ، صلوات ربي وسلامه عليه. أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال شيء تركته لما تركته، وما مسست خزا ولا حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. وإنك لعلى خلق عظيم. وتكفي هذه شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، زكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم زكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطيب قلوب العباد، فاختاره ليكون مهبط وحيه وخاتم رسله. ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب النبي محمد فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وحملة هديه ونقلة رسالته من بعده إلى الناس. فاعرفوا لهم قدرهم واحفظوا لهم حقهم، فإن من أحبهم فبحب رسول الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله أبغضهم. لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سوف ترى وترون، سوف ترى ويرون، سوف تعلم ويعلمون في أي الفريقين الجنون والفتنة بالشيطان. هل في جانب المؤمنين ومعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم في جانب الكفار الذين طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد وفتنوا المؤمنين والمؤمنات
وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. الجنون ومن هم أولى به؟ طبعا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم طيبها لهم. لا إله إلا الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مهما افترى القوم، مهما أكثر من سبابهم وهجائهم وشتائمهم، فهذا لا يضرك في شيء. أنت لست محتاج لأن تثبت براءتك أمام ربك، فإن الله أعلم بك وأعلم بهم وأعلم عامة بمن ضل. أن أنت إذا افترى عليك أحد المفترين في الدنيا ترفع المسألة إلى القضاء، رغم أنك بريء، بس أنت مكلف بأن تثبت براءتك وأن تدفع قالة السوء عنك. أما إذا كان الحكم هو الله جل جلاله فلست في حاجة إلى تجشم هذا العناء ولا إلى تكلف هذه المشقة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. يعني كما أنعمنا عليك بالنبوة والرسالة وأنزلنا عليك القرآن الكريم وجعلناك على الصراط المستقيم والخلق العظيم، فلا تطع المكذبين، لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. هم يتمنوا بس ان انت تميل شوية وتلاين شوية. هنا الملاينة في الإطار العقدي، أما في إطار التعامل الدنيوي السماحة حسن الخلق هذا مبذول للناس جميعا، وقولوا للناس حسنا. لكن القضية هنا أن تتزلزل أو أن تتزعزع أو أن تتراجع عن محكماتك وعن دينك وعن معتقدك. أما الدنيا أبذل لهم من الدنيا ما شئت، في فرق بين المداراة والمداهنة. ودوا لو تدهنوا، المداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا كما يفعل بعض علماء السوء عندما يبذلون دينهم أمام السلاطين لينالوا شيئا من دنياهم، حتى قالوا إذا رأيت العالم يغشى مجالس الأمراء فاعلم بأنه لص، لأنه لن يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا أضعافه من دينه فهو يسرق من دينه. المداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، أما المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدين عكس. فالمداراة مطلوبة ومبذولة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل ويدع الرجل، والذي يدع أحب إليه من الذي يعطي، ولكنه يعطي أقواما تألفا لقلوبهم مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، ويكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. والله جل وعلا يمتن على نبيه بأنه ثبته فلم يركن ولم يتهن. يقول له في معرض الامتنان وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا تتخيل أن الثبات إنجاز شخصي لك، أنه من جملة إنجازاتك. لا، هذا محض نعمة الله عليك بعد أن قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو حدث هذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف دلالة على المهانة، لا ينبغي للرجل أن يعود لسانه على الحلف ولو كان صادقا، فكيف عندما يحلف فيما يكون فيه صادقا وفيما يتوهمه وفيما يكون شاك فيه وفيما يكون فيه كاذبا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. الهمز الاغتياب والطعن في الناس والعيب فيهم، مشاء بنميم يطلق الكلام ويرسله للإفساد بين الناس. النميمة نقل الكلام إلى الآخرين لإفساد العلائق بينهم. ولا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فإذهما يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبر من بوله أو لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هماز بشاء بنميم مناع للخير، أي يمنع ما عليه من الخير وما لديه من الخير، يمنع الحقوق الواجبة ويمنع النوافل التطوعية، جماع مناع. مناع للخير معتد في تناول ما أحله الله له، يتجاوز فيه الحد المشروع بالإسراف والتبذير والتفريط ونحوه. أثيم يتناول المحرمات. مناع للخير معتد، حتى عندما يتناول المباحات يعتدي في تناولها فيسرف ويبذر ويضع المال في غير موضع. أثيم أن يتناول المحرمات. عتل، تبدأ تعرف المعنى من خلال جرس الكلمة وإيقاعها. إن كلمة عتل الفظ الغليظ الجموع المنوع. في حديث الإمام أحمد: ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. وفي الحديث: إن الله يبغض كل جعزري جواظ. تعرف معنى الكلمة، جرسها بس على ودنك تعرف معناها. إن الله يبغض كل جعزري جواظ سخاب في الأسواق. اسمع: جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. بعد ذلك زنيم، وكلمة زنيم يعني أصلها معناها الدعي الذي قد يكون من أولاد الزنا، لم تصح نسبته إلى أبيه، أو الدعي الفاحش اللئيم. الدعي الفاحش اللئيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين، عتل بعد ذلك زنيم، يعرف بين الناس بالسوء، مشهور بين الناس، يتقيه الناس بفحشه لفحشه وسلاطة لسانه وسوء أخلاقه، أصبح معروفا مشتهرا بين الناس بهذا السوء، فيتقيه الناس بفحشه. وهو من أشر الناس منزلة عند الله من يتقيه الناس بفحشه. عتل بعد ذلك زنيم. وقيل أيضا في تفسير كلمة زنيم أنه دعي لم تصح نسبته إلى أبيه. أن كان ذا مال وبنين، يعني لا يستحق، يعني إن هذا يعني الرجل بكل هذه الصفات السيئة لا ينبغي لك أن تطيع فقط لأن الله قد مكن له في الدنيا، أعطاه أموال وأعطاه بنين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج من الله عز وجل
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كفر بآيات الله وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. هذا أيضا مثل قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سنسمه على الخرطوم، يعني سنفضح أمره، سنبينه بيانا واضحا جليا حتى يعرفه الناس ولا يخفى عليهم أمره، كما لا تخفى عليهم السما على الخراطيم. لو واحد عنده حياة في أنفه هنا، هذه مسألة ظاهرة للناس جميعا، الناس يواجهونه مواجهة فيقرؤون أول ما يقرؤون هذه السمة التي تعلمه وتميزه على أنفه. وقالوا بمعناها أن هذا المتحدث عنه أنه ضرب بالسيف يوم بدر على أنفه فترك علامة أنه يعرفه بها الناس جميعا، أو أن هذا إشارة إلى سواد وجوههم يوم القيامة حيث يعرفون بها من بين الخلائق بالخزي والسوء. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فقالوا سمة أهل النار نسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم. فمن مات همازا لمازا، يطعن في الناس ويعيبهم بلسانه وبحركاته بأقواله وبأفعاله، كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين. طيب، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون. الله جل وعلا يقول إن اختبرنا أهل مكة بما سلطنا عليهم من الجوع والقحط استجابة لدعوة نبيه، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أمة من الأمم السابقة أعطاهم الله حديقة ذات ثمار وظلال وارفة، إذ أقسموا ليصرمنها أي يحصدونها ويقطعون ثمارها مصبحين في وقت مبكر جدا حتى لا يتمكن مسكين من أن يأتيهم وأن يزاحمهم في ثمار هذه الحديقة. ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله، أو لا يستثنون حق المساكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أنزل الله عليها نارا أحرقتها فجعلتها كالليل المظلم. الصريم سواد الليل وظلمته، حاجة إذا احترقت وسودت لا تراها إلا كتلة من السواد والظلمة. فأصبحت كالصريم كالليل الأسود، أو كالزرع إذا حصد وكان أصبح هشيما يابسا. نعم، فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا ليذهبوا مبكرين لقطع ثمار هذه الحديقة وحيازتها قبل أن يفطن المساكين، قبل أن ينتبهوا، قبل أن يستجدوا. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون الصرام يعني قطع الثمار وجنيها وحصدها. فانطلقوا وهم يتخافتون، كانوا يتكلمون سرا حتى لا يشعر بهم أحد ولا يسمع بصوتهم مسكين ولا فقير. ثم فسر الله جل وعلا هذا الذي كانوا يتهامسون به ويخافتون به، ألا يدخلنها اليوم عليكم
مسكين، يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة، قادرين، أي بزعمهم، زعموا أنهم الآن أحكموا وخططوا ودبروا وراحوا مبكرين على أن يحوطوا ويحوزوا ثمار الحديقة بالكامل، ويمنعوا أي مسكين من الاقتراب منها، ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، ولا يتركون حظا يستثنونه للفقراء والمساكين. فلما رأوها كتلة من الظلام، كتلة من السواد، كتلة من المادة المحترقة المشتعلة، أين حديقتنا؟ قالوا: إنا لضالون، ده احنا تهنا، ده ميدا الطريق يا ابن، احنا ايه الجي بي اس بتاعنا ما اشتغلش كويس، أين حديقتنا؟ قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. لا، احنا ما تهناش ولا حاجة، ده نفس الطريق، جي بي اس شغال 100%، بس إنا لمحرومون، لقد حرمنا ربنا بقصدنا السيء، بنيتنا الخبيثة، لقد أصبحت كالصريع، لقد طاف عليها طائف من الله عز وجل فأحرقها ودمرها. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أعدلهم وأفضلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ يعني تقولوا إن شاء الله. يقول السني: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. إحنا بنقول إن شاء الله، هم كان استثناؤهم أن يقولوا سبحان الله لولا أن تسبحون، أو معناها: هل لا تسبحون الله؟ أفلا كنتم قد سبحتم الله وشكرتموه على ما أعطاكم من هذه النعم الوفيرة الغامرة؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. اعترفوا بظلمهم لأنفسهم، لكن ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لقد أقروا ساعة لا ينفع الإقرار، ندموا ساعة لا ينفع الندم. إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا على ما أصروا عليه من منع حقوق المساكين، اعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، لقد تجاوز الطغيان مجاوزة الحد، لقد تجاوزنا الحد ومنعنا حق الله في ثمارنا، فأصابنا الله بما أصابنا به جزاء وثاقا، وما ظلمنا ربنا، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. نزلت المصيبة فاحتسبوا ثوابها عند الله في الدار الآخرة. وقال بعض أهل العلم: لعلهم يعني قدروا أن يتركوها للمساكين كاملة، وقلنا هذا بعد أن وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، لم يعد ينفع الندم على ما مضى، لكن يظل باب التوبة مفتوحا، ولا وتظل التوبة مقبولة ما لم يغرغر العبد، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت من مغربها فذاك يوم لا ينفع نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض أهل العلم يقول إن هؤلاء كانوا من أهل اليمن، يقول سعيد ابن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على 6 أميال من صنعاء، قيل كانوا من أهل الحبشة، كل هذه أخبار تاريخية على كل حال ليس فيها وحي قاطع نجزم به ونعتقده. لكن مما يذكر في سيرة هؤلاء الناس: كانت لهم حديقة، وكان أبوهم رجلا صالحا، فكان يعمل فيها ما يخرجه الله منها، يدخر شيئا يصلح به هذه الحديقة للسنة القادمة، يحبس لأولاده قوتهم سنة ثم يتصدق بالباقي. فلما مات قال: لقد كان أبونا رجلا أحمق، مفرط مبذر، مضيع المال يمين وشمال، ما في مخ. فاتفقوا على الوضع
الجديد ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ثم قال تعالى كذلك العذاب، بمثل هذه العقوبة يعاقب المفرطون الظالمون لأنفسهم المناعون للخير، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، كما بين الله جزاء من خالف عن أمره، من منع حق الله عز وجل في الدنيا ويوم القيامة. الله جل وعلا ثنى بذكر ثواب الطائعين من جنات النعيم التي لا تفنى ولا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ثم قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، كيف نسوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء، لا ورب الأرض والسماء. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. إن الله جل وعلا لا يسوي بين المختلفين ولا يفرق بين المتماثلين ولا يظلم عنده أحد. حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما لكم كيف تحكمون، كيف تظنون ذلك، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أفعندكم أو بأيديكم كتاب منزل من عند الله عز وجل يتضمن حكما مؤكدا بما تدعونه من التسويت بين هؤلاء وأولئك، أم لكم أيمان علينا بالغة، عهود ومواثيق أن لكم ما تشتهون وأن لكم من الحياة الصالحة في الدنيا ومن النعيم يوم القيامة من جنس مال الصالحين المؤمنين، أم لهم شركاء، هل لكم آلهة عبدتموها من دون الله فكفلت لكم هذا الذي تدعونه، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. كل هذا غير موجود. يوم يكشف عن ساق. الله جل وعلا كما ذكر أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى يقع ذلك، قال يوم يكشف عن ساق، أي يوم يشتد هول يوم القيامة ويتعاظم كربه، ثم يكشف رب العزة والجلال عن ساقه الكريمة. في حديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. جعله ظهرا طبقا واحدا لا يتمكنون معهم السجود، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم الذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يبقى يوم يكشف عن ساق، يوم يشتد كرب هذا اليوم ويتعاظم، ثم يكشف رب عزة عن ساقه وساق الله عز وجل على نحو يليق بجلاله وكبريائه، لا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، على النحو الذي يليق بجلال الله عز وجل وكبريائه. لا تتفكر في كيفية صفات الله عز وجل، لما تتفكر في معناها فقط، إثبات الوصف ونفي الكيف. المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا تهديد شديد، دعني أنا أتعامل معهم وأعرف كيف أستدرجهم وكيف أنتقم منهم وكيف أخزيهم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله يمهل ولا يهمل. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته، فاعلم بأنه مستدرج. وأملي لهم، أؤخرهم، أنظرهم، يعني أمدهم وأزيد في عطاءاتهم الدنيوية، وذلك من كيدي ومكري بهم، إن كيدي متين. إن الله جل وعلا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يا محمد، إنك تدعوه إلى الله بلا أجر. الدعاة والهداة لا يسألون الناس أجرا على بلاغهم الحق وعلى توصيلهم لكلمات الله عز وجل وقوله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لا، أنت لم تسأل أجرا، تدعو من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إنهم يكفرون بك ويشاقونك ويحادونك ويعاندونك لمحض الجهل والكفر والعناد. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني هؤلاء الذين يكذبون بك ويكفرون بك، هل عندهم غيب يكتبون عنه أن لهم عند الله ما يشتهون؟ كالذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر مما خلق. ثم قال تعالى فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم بينك وبينهم وسيجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تكن كصاحب الحوت يونس إذ نادى وهو مكظوم، عندما خرج مغاضبا وعجلا ودعا على قومه بالهلاك. إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لماذا تداركه النعمة من ربه؟ لأنه كان من المسبحين. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد روي في الحديث خرجت الكلمة تحن حول العرش، فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى أما تعرفون هذا؟ قالوا لا. فقال هذا يونس. فقالوا يا ربي عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال نعم. قالوا أفلا ترحم ما كان يفعله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ أفلا ترحم ما كان يفعله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، فاجتباه ربه وجعله من الصالحين سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وهذا الدعاء ما دعا به أحد بصدق مخلصا من قلبه إلا جعل الله له من كل ضيق فخرجا، من كل ضيق فرجا، ومن كل كرب نجاة ومخرجا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يسقطونك عن مكانك ويزيلونك عن مكانك بأبصارهم، إما نظرة العداوة والغضب أو نظرة العين والحسد. كان في قبائل مشهورة بالحسد، وتقاسم منهم يأتوا
ويحسدون النبي بعيونهم لعله يصيبونه بها ويستريح أعداؤه منه، لكن الله جل وعلا وقاه منهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يبقى إما نظرة العداوة والغضب أو نظرة الحسد، وقد وقاه الله من هذه ومن تلك. وإن العين حق، وإن العين لا تدخل الجمل القدر والرجل القبر. ولو لم تكن العين حقا ولها تأثير بإذن الله الكوني ما أمرنا بالاستعادة منها. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد فقبلها، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. القرآن الكريم ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن، وهذه الآية كقول الله سبحانه لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده كما قال ربي جل جلاله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ذكرنا أن العين حق. وفي الباب حديث أختم به، حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه، سهل بن حنيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر ابن ربيعة وهو يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني ما شاء الله الجلد ونضرته، ولا جلد واحدة ست مخبأة في الخدور. الرجل بيغتسل فرأى جلده وإشراقة لونه، قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. نعم. فلبط سهل، يعني أصابته وعكة بعد هذه الكلمة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر ابن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، إذا رأيت شيئا استحسنته وخفت أن تصيبه بعينك فقل برك، يعني قل ما شاء الله تبارك الله. ثم قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. بعلاج الحسد أن من يتهم أنه هو الذي حسد يستغسل يتوضأ. وبعض أهل العلم قال إذا عجزنا عن هذا قد نأتي ببعض ثيابه الداخلية وننقعها في ماء ويغتسل بهذا الماء ويشرب عليه من الخلف. نعم. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل فراح سهل مع الناس ليس به بأس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت،
وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.